عندما تريد التحدث عن أيقونة الدفاع في إيطاليا بل في العالم أجمع، فعليك أن تخصص مساحة كبيرة للحديث عن باولو مالديني، ابن اللاعب الأسبق لميلان تشيزاري مالديني. مالديني أحد أساطير فريق أيسي ميلان ومنتخب إيطاليا، يعتبره الكثيرون المدافع الأصلب والأقوى في تاريخ كرة القدم. أمضى مالديني 25 عاماً من عمره يلعب لفريق أيسي ميلان ولم يغير ولاءه قط، وهي أطول مسيرة مهنية في عالم الكرة يلعبها لاعب ضمن فريق واحد فقط وهو أيسي ميلان، وقد اعتزل باولو مالديني اللعب وهو في سن 41 عاماً. ولد باولو مالديني في 26 من شهر يونيو عام 1968 في مدينة ميلان الإيطالية، وقد ترعرع باولو في عائلة رياضية، فكان والده تشيزاري مالديني هو الآخر أحد لاعبي كرة القدم العظماء لدى فريق ميلان، كما ترأس تشيزاري مالديني الأب فريق كرة القدم الوطني للشباب تحت 21 عام. وكان للطفل باولو نزعة قيادية رهيبة منذ صغره وقدرة هائلة على السيطرة على الدفاع، وبدأ اللعب في فريق براعم نادي ميلان عام 1978، لكن حياته المهنية بدأت بالفعل في عام 1985 عندما أصيب سيرجي باتستيني مدافع الميلان في ذلك الوقت، وحينها قام مدرب الفريق باستدعاء باولو الذي لم يكن يتجاوز 17 عام، وأعجب الجميع بأدائه الراقي وانضباطه وقدرته العالية على السيطرة على الدفاع. ومن بعد تلك المباراة بدأ نجم مالديني يسطع في إيطاليا وفي فريقه أيسي ميلان، وهو ذات الفريق الذي أنهى حياته معه والذي كرس له حياته بالكامل. وقد سجل مالديني حوالي 29 هدفا في 647 مباراة لعبها ضمن صفوف فريقه، وهي تحصيلة مالديني في حياته المهنية كلاعب. أثبت باولو مالديني جدارته كلاعب كرة قدم محترف خلال مشاركته مع المنتخب الإيطالي في مباريات كثيرة، حيث سجل 7 أهداف في 126 مباراة هي حصيلة المباريات التي شارك فيها مع المنتخب الإيطالي. وقاد مالديني الفريق 74 مرة وحصل على شارة كابتن، ويعتبر ثاني أكثر لاعبي المنتخب الإيطالي حصولا على شارة الكابتن، لم يسبقه في ذلك سوى الحارس العملاق جيان لويجي بوفون الذي قاد الفريق الإيطالي 80 مرة. فاز مالديني بجائزة دوري السوبر الأوروبي كأفضل مدافع وهو في عمر 39، كما فاز بجائزة أفضل مدافع في الدوري الإيطالي من الدرجة الأولى لعام 2004، وفاز بالمركز الثالث في جائزة الكرة الذهبية لعامي 1994 و2003. وفي عام 1999 تم تصنيفه في المركز 21 في قائمة أعظم 100 لاعب كرة قدم في القرن 21، ويعتبر أكثر اللاعبين مشاركة في المسابقات الخارجية على مر التاريخ برصيد 302 مباراة، منها 126 مباراة مع المنتخب بالإضافة إلى 183 مباراة مع ناديه أيسي ميلان في جميع البطولات. كما أن لمالديني أيضا رقمان قياسيان جديدان فوبا، كما أن مالديني كان أول مدافع يحصل على جائزة لاعب السنة من مجلة وورلد سوكر، والذي يضعه إلى جانب ميشيل بلاتيني، باولو روسي وزيكو. وباعتزل مالديني اللعب بعد موسم 2008-2009 بعد مسيرة مكللة بالنجاح والإنجازات، ويشارك مالديني حاليا في رئاسة دوري كرة القدم الأمريكي، ويعمل كمدير فني لفريق ميلان، وسيخلد رقمه رقم 3 ولن يعطى لأي لاعب إلا لابنه كريستيان مالديني، وهو ثاني لاعب يخلد رقمه في أيسي ميلان بعد فرانكو باريزي. أما عن حياته الشخصية فقد تزوج مالديني من عارضة الأزياء الفنزويلية السابقة أدريانا فوسا، وقد تزوج ثنائي في عام 1994 بعد أن عاشا قصة حب طويلة، ولدى مالديني وزوجته الجميلة طفلين هما كريستيان ودانيال. يحترف كريستيان لعب كرة القدم الآن، بينما لا يزال دانيال يلعب ضمن فريق ميلان للشباب. وينعم مالديني بحياة دافئة ومستقرة مع زوجته وأولاده، ولم يسبق أن تناولت الصحافة أي إشاعات عن غدره أو خيانته لزوجته، وكذلك لم تتناول الصحافة مسبقا أي تصريحات أو أخبار عن فرصة الطلاق بين الزوجين. تقدر ثروة مالديني بحوالي 26 مليون دولار اكتسبها من خلال مهنته كلاعب كرة قدم، وبهذه الثروة تم إدراج مالديني كخامس أغنى لاعب كرة إيطالي
في عام 2017، وعلى الرغم من تجاوزه 50 عاماً، إلا أن مالديني يعتبر وسيماً وشاباً، حيث ينجذب المعجبون دوماً لشخصيته المرحة ولكونه أيضاً لاعباً استطاع أن يسجل اسمه في صفحات تاريخ الكرة العالمية كأحد أفضل المدافعين، إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق.